السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو لأبنائنا مترشحين لشهادة البكالوريا. أول حاجة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم جميعا، إن شاء الله يكون التوفيق والنجاح حليفكم إن شاء الله. بعض النصائح يعني بالنسبة للامتحان هذا، ما تقلقوش بزاف، هو امتحان كبقية امتحانات. الأسئلة راح تكون يعني من برنامج من واش قريته بإذن الله. أول حاجة الليلة هذه اليوم يعني ليلة الامتحان، سيو قدر الإمكان ترقدوا بكري. موضوع صلوا صلاتكم، توجهوا لمركز تاعكم، توجهوا بكري. يعني الامتحان يبدأ 8:30 رسميا، أنتم ماذا بكم 7:30 تكون داخل مركز الامتحان. تدخل الداخل تشوف أسبك في القائمة، تشوف القاعة تاعك اللي تجوز فيها، تدخل القاعة تاعك تحكم بلاستيك. أول حاجة ديروا كما نقولوا ربي في قلبكم، الأذكار، الأدعية، ما تعرفش معليش، سبح واحمد ربي وادعي وش حبيت، ادعي بالتوفيق والنجاح والسداد. كاين أدعية يعني قرأ المعوذتين، قرأ سورة الإخلاص، آية الكرسي، آمن الرسول بما أنزل إليه، دعاء ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، ربي اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المهم ادعي باش حبيت، سبح اذكر الله كبر وادعي بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله يكون نجاح وتوفيق حليفكم جميعا يا رب. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقكم جميعا في شهاده البكالوريا، وتفرحوا كل عزيز عليكم وتحققوا املكم باذن الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بالتوفيق للجميع.